السلام عليكم. اليوم غادي نوجد معكم تحضيرات ديال الرمضان بواحد الطريقه سهله وبسيطه. توجدي شي حاجه غير توجديها على حساب رمضان نفعك، وفي نفس الوقت انك توفري الوقت. غنبداو على بركه الله. غادي ندوزو للمقادير. هنا خديت الباربه غسلتها مزيان صافي، ودرت ليها الماء ورديتها كتسلق. كنخليوها كتسلق. من بعد خديت هنا مطيشه حتى هي غسلتها وكنقطعها بحال هكا على جوج، ليا صغيره نقطعها على جوج، ليا كبيره نقطعها على اربعه. ممكن يبقى تقطع على حسابكم نتوما. مع دابا مطيشه رخيصه يعني دايره 60 ريال، انك توجدوها تاخذوها توجدوا منها واحد الكميه، غير نوفروا غير الوقت لحساب ان مطيشه موجوده ورخيصه. صافي قطعتها بحال هكا كيما شفتوها، غنقطعها كلها وغادي نردها فوق البوطه. هنا انا ما غنديرش ليها الماء بالكل، نتوما الا بغيتو ديروا ليها كاس ولا نص كاس ديال الماء. هي مطيشه كطلق الماء راسها. صافي كيما شفتو بحال هكا، وغنردها فوق البوطه. كنخليوها كتسلق. هنا خديت خيزو تو قشرتو. هنا انا خيزو قيسو رخيص يعني دار جوج دراهم، خديت منه واحد الكميه. كنبغيو نديرو في العصير، قطعته بحال هكا دوائر كله، وغنديرو في الكميله ولا في كاسرونه اللي متوفره عندكم. كندير عليه تقريبا واحد ثلاثه الكيسان ديال الماء ولا جوج. الماء ما نعليوش، ما نديروش الماء بزاف بين وبين. كنخليوها فين كتسلق لي فين كيتسلق لينا. صافي كيما شفنا غنقطعو كله معاكم. صافي هانتوما تقريبا كندير واحد جوج كيسان حتى ثلاثه حد كالقياس ديال الماء. صافي هو راه في ساعه كيتسلق معنا خيزو. الباربه بعد ما تسلقات حيت لها القشره ديالها وقطعتها بحال هكا، كنقسمها على جوج ولا على ثلاثه الا كانت كبيره. كنقسمها على ثلاثه، الا كانت صغيره كنقسمها على جوج. صافي تا كنقسمها كلها وكندير في بلاستيك. هنا انا بعد ما سلقات خليتها تبردت عاد خدمت بها. صافي كما شفتوها هي مطيشه طلقات الماء. صافي كنصفيها وكنديرها في الكاس ديال مولينيكس، وما كندير لا ما لا والو حيت ديجا انا حيدت منها الماء. كما شفتو كنديرها في الشبكه كتسقطر. صافي غنديرها في الكاس وغنطحنها. هي غنطحنها بهذه الطريقه بحال هكا بدون ماء. صافي غندير مولينيكس صافي وغادا نبدا نطحن فيها بحال هكا كيما شفتو. كنبقاو نوركو بشويه بشويه حتى كتبدا تطحن من التحت كطلع حتى للفوق. صافي وكتطحن. كناخدو صفايه كنصف بحال هكا، كناخدو صفايه كنخوها فيها وكنصفيوها. كنبقاو نحكو بالعاشق بحال هكا، كنديوها وكنجيبوها حتى تجمع لينا الزريعه ديالها كتحيد. كنحاولوا غنخليو غير الزريعه والقشور ديال المطيشه كيكونوا صغار ومطحونين، كنحيدوهم باش ما تجيناش مطيشه حامضه. ضروري نحيدو الزريعه، انا كنحيدها هنا بحال هكا هانتوما كيما شفتو. ملي كندوزوها فهاد الصفايه كتجمع لينا المطيشه بحال هكا، كتجمع لينا الزريعه ديالها. صافي وكنحيدوها. صافي هنا خديت الربيع غسلته صافي وخليته كيتسقطر. ثم لو بغيتو تغسلوه في الليل وتبيتوه حتى الغد، تسرحوا ليه الزيف من التحت وديروه من الفوق تغطيوه به حتى كينشف معاكم. هنا انا غسلته وخليته كيتسقطر صافي ودزت خدمت به. كنقطعو بحال هكا غير كنقطعو غير شي شويه، ماشي كنيلو مزيان. انا هنا غنديرو في الهاشوار، اللي ما متوفرش عنده الهاشوار يقطعو بحال هكا في القراده، يعاودو بالموس هذاك الكبير ديال القراد كتعاودي كتقرديه. اللي متوفر عنده الهاشوار يخدم بها. صافي بحال هكا كنقطعو غير انا على جوج بحال هكا. واخا هنا راه كيبان ليكم كبير، غير كنسهل عليا في الهاشوار باش بينورك غير مره حتى لجوج. صافي كيتطحن معانا بحال هكا. صافي غنورك عليها بحال هكا غير مره حتى لجوج حتى ثلاثه. صافي كيتطحن كما قلت لكم. اللي ما متوفرش عنده الهاشوار كيقطعو بالموس ويعاودو بداك القراد الكبير. صافي كيتقطع معانا. صافي هانتوما كيما شفتو كيجي مقاد وكينيلوش بزاف بين وبين. هنا خديت حتى الكرافس حتى هو غسلته وقطعته بحال هكا.
ماشي كما قلت لكم ما كنقطعهمش كنيلهم، غير كنقطعو عشوائي صافي بحال هكا، واخا يكونوا كبار وكنجمعهم وكنديرهم حتى هما في الهاشور، كنورك عليهم حتى هما كما قلت لكم جوج حتى ثلاثه المرات صافي، وكيتقطعوا معانا. صافي كيما هاد اللقطه دوزتها معكم في الهاشوار غير ما تشداتش معايا، هنا خديت حتى الفرماج احمر ديجا انا حكيت النص ديالو، هنا غير بغيت نشد معكم هاد اللقطه حتى هو كنحكو في هاد الحكاكه الغليظه، دوز بحال هكا حتى كنحكو كله صافي، وكان هادشي كله كنديرو في بلاستيكه ديو الثلاجه صافي. وكان هانتوما كيما شفتوا هنا ما شديتش معكم الفول صوبته، ما شديتش معكم العدس، العدس درتو في الماء ليله كامله حتى الصباح كيحيد نحيد منه هذيك الكحوليه ديالو صافي، وكنديرو في ميكات كينفعنا بحال هكا في الحريره. درت اللوبيا حتى هي الحامض حتى واحد، ما بغيتش نشد معكم هاد اللقطات باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف، الحامض حتى هو غسلته قطعته على اربعه، الحمص حتى هو نفس المشكل حتى هو رقدته في الماء وقطعته. هنا الفرماج اللي حكيت معاكم، هنا كاينه موتزاريلا وكاين الفرماج الاحمر، الربيع، الفلفله حتى هي قطعتها طريفات حتى هي ما شديتهاش معاكم، لقيتها حتى هي رخيصه دايره 60 ريال 3 دراهم، حتى هي قطعتها ودرتها بحال هكا في البلاستيك. خيزو حتى هو اللي سلقت معاكم حتى هو درتو، الباربا كنديرها في العصير حتى هي كتجي زوينه، مطيشه اللي صوبت معاكم حتى هي، جلبانه، الربيع، يعني هالطريقة كتستاهلوا عليكم على حساب رمضان بالصحة والراحة.